عند رؤية عوامات العين أو ما يسمى بالذبابة الطائرة أو حتى تشوش في الرؤية يصل إلى ستار يغيب الرؤية تماماً. عادة ما يلجأ البعض إلى الصيدلاني لإعطاء قطرة معينة تخفف من الأعراض مؤقتاً، لكن لا يعلمون بأنه قد يقف وراء هذه الأعراض مشكلة جسيمة إن لم تعالج في حينها، وهي انفصال الشبكية. سنتحدث اليوم عن انفصال الشبكية، ملف تفصيلي وإيضاحات مفصلة لكم مشاهدينا مع رائد هذا الموضوع، ضيفنا لليوم في الاستشارة الطبية الدكتور إبراهيم النوايسة، بروفيسور مختص في أمراض وجراحة العيون. مرحبا أهلا وسهلا الدكتور إبراهيم النوايسة. أهلا وسهلا، شكرا ست آيات، وأشكر قناة التغيير على الاستضافة اللطيفة هاي. حياك الله دكتور. دكتور، لما نتحدث عن انفصال الشبكية، انفصال هذه الطبقة الحساسة الشفافة للضوء التي تقع في مؤخرة العين. نعم. إذن الشبكية تقع في مؤخرة العين. صحيح صحيح. يعني إحنا بدنا نتصور العين عبارة عن مجسم في أمامه القرنية وفي خلفه الغلاف، هذا فيه ثلاث طبقات. نعم. الطبقة الداخلية الحساسة هي الشبكية، ومركز هاي الشبكية هي اللطخة الصفراء بنسميها. نعم. والشبكية وخلاياها تصب في العصب البصري اللي بينقل الإحساسات الضوئية إلى الدماغ، وهناك يتم تحليلها والتفاعل معها. نعم. نعم. لما نتحدث عن الشبكية دائما ما نسمع بأنه شخص ما تعرض لمشكلة مثلا في القرنية يقولوا الأهم جزء في العين القرنية، تعرض لمشكلة في القزحية أهم عضو في العين هو القزحية. الشبكية هل فعلا هي أهم جزء لو تعرضت للانفصال أو تعرضت لمشاكل وأمراض؟ هو الحقيقة أنه أعتقد أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء وله وظيفة وفائدة ولا يمكن الاستغناء عنه. يعني تصوري أنه الرمش إذا طلع بغير اتجاهه باتجاه خطأ بيعمل مشاكل للمريض وقد يؤدي إلى عتامة. فالرمش مهم، الجفن مهم، القرنية مهمة، القزحية مهمة. لكن اللي تفضلت فيه هو صحيح من ناحية أنه تصليح مشاكل الجفن والقرنية والعدسة أسهل بكثير من ترميم وإصلاح الشبكية. فالطرقتي له كثير كثير مهم، أنه أمراض الشبكية في السابق كان صعب إصلاحها، ولكن يعني خلال 50-60 سنة الماضية صار في تطورات هائلة، وحقيقة أكثرها حصل في آخر 20 سنة، بحيث أصبح من الممكن إصلاح كافة أو معظم المشاكل التي قد تحدث إلى الشبكية. لكن إذا حدثت في نفس الوقت لجأنا إلى طلب صحيح رأي وتشخيص الشخص والطبيب المختص في الشبكية، لأنه أتصور أمراض العيون كثيرة. صحيح. والتخصص الدقيق يجب أن يكون للطبيب هو أمراض الشبكية والسائل الزجاجي. الكلام تفضلت فيه صحيح. يعني دائما أولا يعني درهم وقاية خير من قنطار علاج. يعني اللي تفضلت فيه والموضوع اللي يعني عم نحكي فيه اللي هو انفصال الشبكية، من المهم جدا أنه كل شخص وبالذات أي شخص تعرض لضربة أو كل شخص عنده قصر نظر، وخصوصا إذا كان عنده قصر نظر عالي. نعم. أنه يقوم بفحص دوري للشبكية. السكري هيك بس أنا بدي نحكي عن موضوع انفصال الشبكية. نعم. ماشي. وهلأ بنحكي شو أنواع انفصال الشبكية. فضروري كل شخص بالذات أي واحد بتعرض لا سمح الله لضربة، عندهم قصر نظر عالي، هذولا معرضين يصير عندهم انفصال الشبكية، خلينا نقول المتعارف عليه. نعم. اللي هو باللغة الإنجليزية بنسميها ريجماتوجينس ريتينيتس. لكن ممكن يحدث انفصال الشبكية بدون أي سبب واضح. 100%، فيمكن يحصل بأي عمر وبدون سبب واضح. علاجه هنا يكون أسهل دكتور عندما يكون لا يوجد سبب واضح؟ بالعكس بيكون معقد أكثر لأنه مش عارفين السبب. يعني خلينا نقول أول شيء ما هي أنواع انفصال الشبكية؟ نعم. أنواع انفصال الشبكية من حيث المبدأ هي ثلاثة. النوع الأول اللي تفضلت فيه اللي هو الريجماتوجينس ريتنال ديتاشمنت، انفصال الشبكية الناتج عن وجود ثقب في الشبكية، مزعت الشبكية بسبب ضربة، بسبب قصر النظر العالي. نعم. انفصلت الشبكية، وهنا كل مكان علاجها أولا في وقت أقرب بعد حصول المشكلة. نعم. ما بصير المريض اللي بصير عنده هاي المشكلة إنه يقول أوكي بستنى يوم يومين أو أروح الصيدلية بأخذ قطرة، لا، لازم يراجع الطبيب المختص. ودائما العملية الأولى للشبكية
هي العملية الفاصلة والتي تحدد مصير العين وهذا الشخص. نعم. فلازم تروح عند أفضل طبيب شبكية بتعرفه عشان يعالجك. النوع الأول اللي هو انفصال الشبكية المرتبط بالثقب. النوع الثاني هو انفصال الشبكية الناتج عن وجود تليفات في الشبكية، وهذا النوع بنشوفه بالدرجة الأولى عند مرضى السكري. نعم. مرضى هذا يحتاج لوقت صحيح؟ صحيح، هو بالعادة بصير يعني بعد إصابة الأشخاص اللي عندهم السكري لفترة طويلة، وخصوصا المرضى اللي ما بيكونوا دايرين بالهم على حالهم. نعم. السكر التراكمي عالي، وبالعادة بعد 20-30 سنة وبكونوا مهملين في حالهم. بس للأسف بدون مبالغة ما في أسبوع إلا بيجيني مريض بيكون عنده إصابة الشبكية بهذا بسبب السكري بهذه المرحلة، وبنضطر نعمل كل الجهود الممكنة لإعادة ترميم الشبكية وإعطاء الشخص فرصة. النوع الثالث من انفصال الشبكية بنسميه إكسوديتيف ريتنال ديتاتشمنت، اللي هو انفصال الشبكية اللي بصير فيه عندنا تجمع سوائل على تحت الشبكية، وقد يكون هذا النوع بالعادة ما في ثقوب في الشبكية تفسر هذا الانفصال. نعم. وهذا بيكون مرافق لا بالعادة وجود أورام بالعين، ارتفاع ضغط الدم، ممكن ارتشاحات دكتور، رشوحات لأسباب مختلفة يعني. نعم. في مجموعة في كثير من أنواع الالتهابات تؤدي لهذا النوع، وهذا النوع من انفصال الشبكية يعالج بمعالجة المرض الأساسي، يعني ضغط الدم عالي كثير أدى إلى رشوحات تحت الشبكية. نعم. متى ما سيطرنا على الضغط هذه السوائل بتروح. بس اللي أنا يعني حاب اليوم نركز عليه حقيقة هو انفصال الشبكية المرتبط بوجود ثقب في الشبكية. شو الشغلات اللي ممكن نعملها، شو بشعر المريض ماشي، وما هي طرق العلاج. إذن نبدأ من دورك أنت كطبيب، عندما يأتيك مريض يعاني من هذه الأعراض أول سؤال تسأله إياه شو هو دكتور للتشخيص الدقيق؟ أهم شغلة أعرف من متى. نعم. يعني فإذا المريض حكى لي إنه والله هاي الحكي له شهر، يعني بتكون يعني فرص النجاح أقل. فأول شيء بحب أعرف من متى. الشغلة الثانية وهنا يعني رسالة مهمة للمرضى، ما هي الأعراض التي قد تشير إلى وجود بداية انفصال الشبكية؟ عظيم. أهم شغلتين هو إنك ممكن تشوف أجسام طائرة أمام العين، وأهم من ذلك هو إن المريض يشعر بزي الفلاشات بصير يطلع ضوء. رؤية أجسام طائرة ممكن ترتبط مثلاً بالصداع النصفي. صحيح. أمراض أخرى. صحيح. لكن الفلاش الضوء قطعاً لازم يكون انفصال شبكي. 100%. يعني وجود الفلاش اللي هو بيقول لك المريض فجأة صار يطلع زي الضوء من عين اليمين أو من عين الشمال. نعم. وسواء غير موقعه، غمض عينه، فتح عينه، فتح دخل بغرفة مظلمة، دخل بغرفة مضاءة، يبقى هذه المشكلة موجودة. أي شخص بيشعر بهذا الشيء اللي هو فلاشات الضوء اللي هو فجأة بتشوف زي البرق من عينك، يجب أن انفصال الشبكية غير مؤلم دكتور؟ غير مؤلم. هلا بنحكي عنها هاي، فنحن خلينا نحكي عن الأعراض. أي واحد بيشعر بهاي الشغلة لازم يراجع طبيب مختص بالشبكية ويعمل اللازم، وعشان تعرف أنه طبيبك عمل اللازم لازم يعطيك قطرة توسع حدقة العين عشان يفحص كل الشبكية بما فيها أطراف الشبكية. نعم. يعني إذا بتروح على طبيب وبقول لك لا هاي ما بتخوف قطرة، هاي قطرة وخذ قطرة يعني وتوكل على الله إن شاء الله بتروح، لا قل له شكرا أعتقد أنك مش الطبيب المناسب، أنا حاب أروح عند طبيب مختص بالشبكية اللي يوسع حدقة العين بقطرات المدرياسيل أو ما شابه ذلك ويعمل فحص دقيق لأطراف الشبكية. دكتور إذا كان في نزف في العين ممكن هذا الفحص ما يكون ناجح، هنا تلجؤون إلى الأشعة المقطعية؟ صحيح صحيح. يعني خلينا نحكي أول شيء الأعراض، هي أنه بصير المريض عنده فجأة تدني بالرؤية، فجأة بشوف زي الستارة زي ما تفضلت، بقول لك دكتور أنا شفت فلاشات وبعدين صار زي الستارة قدامي، بطلت أشوفه كويس، الرؤية راحت، فهنا بتكون الشبكية قد انفصلت حقيقة. قد تكون الانفصال الشبكية ممكن يصاحبه كمان نزف بالعين. نعم. وهذا يحدث مثلا لما يكون المزع بالشبكية صاحبه مزع بأحد الأوعية الدموية اللي بتمر في هاي المنطقة، فممكن ينمزع الوعاء الدموي بيؤدي إلى نزيف. إذا مش قادر أنا أشوف جوا العين ضروري أني أعمل تصوير، أهم شيء هو الألتراساوند. نعم. فبيبين معي في انفصال في الشبكية ولا لا. انفصال الشبكية بالنسبة لنا كأطباء العيون هي حالة طارئة emergency case، فهاي يجب أن نعملها عملية، يفضل بنفس اليوم أو بأقرب وقت ممكن ثاني من يوم إذا كان الاصطف باليوم بالليل مثلا مش موجود، لا بستنى اليوم ثاني من يوم. نعم. وبعمل العملية. الموضوع لا يحتمل الانتظار. لا
بس خلينا نحكي شو بقدر أنا أعمل عشان أولاً أمنع حصول انفصال الشبكية. نعم. زي ما حكينا إنه الأشخاص اللي عندهم خطر الإصابة بانفصال الشبكية عالي، زي ما حكينا المرضى اللي عندهم قصر نظر عالي، المرضى اللي عاملين ليزك، اللي عاملين جراحات مختلفة خصوصا إذا كانت مترافقة مع بعض التعقيدات. نعم. أو تعرضوا لضربة، هذول لازم يفحصوا شبكيتهم مرة بالسنة مرة كل سنتين لتفقد أطراف الشبكية. إذا في أي إشي ممكن يتطور لثقب إحنا بنعرفها في طب العيون، هاي بنعملها ليزر احترازي. نعم. بنحيطها وقائي. بليزر، ليزر وقائي. نعم. فبنحيط المنطقة اللي ضعيفة بالليزر بحيث انه ما تعمل لي مشاكل في المستقبل. نعم. هلا لا سمح الله اجاني واحد لا شاف الفلاشات ظل نايم على حاله، ثاني من يوم ثالث من يوم شاف الستارة معناته الشبكية. والله يا دكتور للأسف في الوطن العربي احنا نعاني من مضاعفات اهمال المرض أكثر ما نعاني من المرض نفسه. صحيح. خصوصا في مجال العيون، يقول لك عيني الثانية شغالة خلاص عيني هاي ممكن بالقطرات أقدر أنقذها. الكلام تفضلتي فيه صحيح، وأنا للأسف أشوف مرضى كثير بيجوني يعالجوا عين لما أفحصها فيها مشكلة، بس لما أفحص العين الثانية ولا العين الثانية منتهية ما بشوف فيها. نعم. بس زي ما تفضلتي انه بقول لك لا يعني مدام هاي العين شغالة خليني أستنى حالي، وهاي قد يكون لها علاقة بالثقافة الكلتشر للأسف في مجتمعاتنا كمان لأسباب مادية. هذا يؤكد دكتور على ضرورة حملات التوعية للناس وللمجتمع بأنه إذا جاءكم شخص يعاني من أعراض انفصال شبكية هنا يكون فحص قاع العين الذي يختلف عن الفحوصات التشخيصية الأخرى مثل العصب البصري وغيرها. صحيح. يعني اللي تفضلت فيه حقيقة كثير كثير مهم ويشكل جزء كبير من هم الوطني. يعني التوعية يجب أن تكون هناك توعية للمريض. نعم. للمجتمع يجب أن يكون هناك توعية للفاميلي فيزيشنز أطباء العامين. صحيح. مثلا أنه والله أنا عندي مريض سكري لازم أبعثهم رأسا يراجع طبيب العيون مثلا خصوصا النوع الثاني، وضرورة توعية أطباء العيون. دعنا دكتور نتحدث عن انفصال الشبكية من الناحية العلاجية. قد يأتيكم مريض تشخصونه بانفصال الشبكية ومريض آخر نفس التشخيص لكن العلاج يختلف. صحيح. يعني إحنا بنحاول نخلي العلاج على حسب تقدم الحالة. يعني إجاني واحد عنده ثقب في الشبكية بعمل له ليزر، عنده ثقب في الشبكية وانفصال في الشبكية محدود يعني 2-3-4 مليمتر من طرف المزع، كمان ممكن أعمل له ليزر أو ممكن أعمل له تبريد. نعم. إجاني كمان انفصال بس موضعي وفي بس ثقب واحد، ممكن أعالجه في طريقة نسميها نيوماتيك ريتينوبيكسي اللي تعتمد على حقن الغاز جوا العين مع علاج وتثبيت الثقب بالليزر أو التبريد. نعم. في الحالات اللي بتكون متقدمة أكثر من هيك الشبكية مفصولة بالكامل في عندي عدة ثقوب، في السابق كنا نعمل الطريقة اللي بنسميها الطريقة التقليدية في جراحة الشبكية، إنه نضع حزام حول العين ونقوم بتثبيت الشبكية على الطبقات اللي تحتيها يا إما بالليزر أو بالتبريد. وأنت من رواد هذه المدرسة دكتور. صحيح. تؤيد استخدامها في الوقت الحالي مع التطور الذي حصل عليها أم تلجؤون إلى إجراءات جراحية أخرى؟ لا بالعكس، يعني أنا بعتقد يعني إذا بدك تكون طبيب متميز يجب أن تتقن كافة مراحل وتطور العلاج. صح. لأنه في عندنا حالات لا يمكن علاجها والأفضل علاجها بالطريقة التقليدية. على سبيل المثال هذا الشيء بحكي لأطباء العيون، مثلا انفصال الشبكية عند الشباب لما يكون في ثقب في الجزء الأسفل من الشبكية، هاي أي طبيب عيون بحكي لك لا هاي أفضل أعمل لها قص سائل زجاجي وهذا هو النوع الثاني من العلاج. نعم. هذا غير منطقي. لا، أنت الطبيب المتميز لازم يكون عندك كل شيء موجود وأنت تختار لا للحالة هاي بناسبها حقن غاز مع ليزر، هذه الحالة بدي أعمل حزام. حزام دكتور يكون من السيليكون. صحيح. حزام من السيليكون دائم. نعم. يبقى هناك. يختلف عن وضع زيت السيليكون. يختلف عنه تماما. فهذا الحزام بنحطه من خارج، بنقرب طبقات العين الخارجية على الشبكية، ممكن نستحلب السائل تحت الشبكية فبترجع الشبكية مكانها، وعشان تظلها ثابتة ونعالج مصدر الانفصال اللي هو الثقب بنعمل له كي بالليزر أو بالتبريد. في الحالات المتقدمة وفي بعض الحالات الأخرى لما يصير في عندي تليف في الجسم الزجاجي لأنها حالة قديمة، انفصال شبكية مع مزع كبير في الشبكية، لا بدنا نعملها قص
سائل زجاجي. هنا يأتي دور الجراحة. دور الجراحة المتقدمة. نعم. كمان الانفصال الشبكية وجراحته بالطريقة التقليدية هي جراحة، لكن هاي هي عبارة أكثر عن أكثر تعقيدا. صحيح، أكثر تعقيدا، بدها أجهزة مختصة، بدها شغلات مختلفة. أول من عملت كانت بالسبعينات، بس هلا صارت شغلة روتينية بنعملها لعلاج الكثير الكثير من حالات واعتلالات الشبكية. فشو بنعمل؟ بندخل بالعين بثلاث فتحات، فتحة بندخل فيها سائل بالعين، الفتحة الثانية بنمسك فيها الضوء، وباليد الثالثة بنشتغل جوا العين، بنزيل هاي التليفات. نعم. بنفرد الشبكية مكانها، وبنضع بدل الجسم الزجاجي والتليفات هاي بنضع شيء بديل، يا غاز يا زيت السيليكون قبل زي ما تفضلت قبل شوي، وبنفس الوقت نقوم بتثبيت أطراف الشبكية بالليزر داخل العملية. هاي عملية أصبحت نسب نجاحها عالية. دائما حقيقة إحنا في مؤتمراتنا بنناقش إيش الأفضل، نعمل هذه العملية ولا هذه العملية. إلى أن يعود دكتور، يعني لو يجيكم المريض يقول لك والله يا دكتور أنا محاب جراحة حابة تسوي لي بالليزر. هلا ليزر ما فيه ثنتين جراحيات، بس هل أعمل مثلا قصة الزجاجي أو حزام؟ حقيقة لازم أدرس كل حالة بحالتها، يعني بالعادة أنا بتطلع قديش عمر المريض، كيف وضع السائل الزجاجي، قديش الرؤية، مثلا إذا الرؤية مش موجودة، إذا في نزيف ما بصير، هاي لازم أدخل جوا العين أزيل النزيف، أزيل الجسم الزجاجي وأعملها عملية قصة الزجاجي. فهاي حقيقة الطبيب يعني بده يقررها. يعني قبل أسبوعين تقريبا إجا أحد الزملاء قال لي دكتور إبراهيم بدي نعمل لهذا المريض قصة الزجاجي. نعم. مريض شاب عنده مزع بسيط، انفصال شبكية محدود. قلت له لا، بدي أعمل له حزام هيك، ما بندخل جوا العين، ما بنعمل عملية معقدة تكلفة عالية بشكل خارجي. المريض رجع بشوف 6 على 6. نعم. هو مبسوط، الدكتور طبيب العيون زميلي شكرني، وكافة الأطراف يعني مبسوطة. يعني مش ضروري لكل شغلة تروح على الإكستريم. دكتور زيت السيليكون لا يبقى في العين. صحيح. بعض المرضى يقول لك أنا مرتاح ما عندي مشكلة قاعد أشوف كويس، لكنه لا يعلم بأنه زيت السيليكون قد يكون له مضاعفات إن بقية في العين. صحيح. هنا يأتي دوركم كأطباء بأنكم التوعية وضرورة التنبه لإخبار المريض بشكل مستمر أنه راجعين عشان نزيل. 100%. صحيح. يعني هلأ بالذات مثلا مريض الانفصال الشبكية يختلف عن المرضى الثانيين عدة نواحي، إنه هذا المريض يحتاج متابعة مستمرة وحثيثة. يعني مريض مثلا تصحيح البصر الليزك بيعمل العملية وبيختفي بغادر، ممكن يسافر على أمريكا على السعودية، بس هذا لا، يحتاج إلى متابعة. زيت السيليكون زي ما تفضلتي إحنا بنحطه لتثبيت الشبكية، فإذا الشبكية ثبتت والليزر أخذ مفعوله ممكن نقيم الزيت بعد 2 أو 3 شهور، بس حسب الحالة وحسب شو الجراح بيشعر إنه مريح. بس زي ما حكيتي وهذا صحيح، بقاء الزيت في العين لفترة طويلة قد يؤدي إلى مضاعفات مختلفة، ارتفاع ضغط العين، تكون المي البيضاء. نعم. قد يؤدي إلى ضرر على القرنية، لذلك إحنا بنقرر إنه لا، بعد فترة معينة يجب أن ندخل بالعين، نتفقد إن الشبكية لا تزال وضعها كويس، مش بحاجة إلى شيء ثاني، وبنطلع الزيت وبنستبدله يا بمي عادية اللي هي البي اس اس أو بغاز. دكتور أود أن أختم حديثي معك بسؤالي عن الحقن. نعم. ما يثير الرعب كثيرا عند الناس، يعني الناس يقول لك عندي فوبيا من الإبر عادية، أجي في الوريد أجي أحط حقنة في عيني. شو الاختلاف دكتور؟ هل ممكن فعلا تساهم في علاج انفصال الشبكية بشكل أو بآخر؟ إنه هذه الإبر اللي صرنا نعرفها من حوالي 15-17 سنة أدت إلى تراجع نسبة فقدان النظر الناتج عن بعض الأمراض إلى أكثر من 50% في الأمريكا، إلى 70%، يعني نزلت من 100% صارت 30% نسبة فقدان النظر بسبب بعض الأمراض. حقنة بسبب واحدة بسبب, بسبب هذه الحقنة. حقنة واحدة ولا تنتين؟ حسب، في بعض الأمراض يعني مثلا تغيرات الشبكية الناتجة عن قصر النظر بالعادة تحتاج لحقنة واحدة. نعم. ماشي، بس مثلا مرض اعتلال الشبكية الشيخوخي قد يحتاج إلى عدة إبر. اعتلال الشبكية بدل ما نعمل لهم ليزر صرنا نعطيهم حقن، وخصوصا إذا ترافق مع رشوحات. الحقن ممكن تفيد بالرشوحات. نعم، بتفيد في الرشوحات، بس يعني هنا شغلة مهمة بنعزي فيها نفسنا ومرضانا، إنه أول سنة بحتاج 6 إبر 8 إبر، بس بعد ذلك قد يحتاج إلى 4 إبر. عارف. والسنة الثالثة بجوز بس إبرتين. وطبعا هي غير مؤلمة، ويتم بالبداية إنه تخدير المريض بقطرة معينة بحيث إنه لا يشعر. صحيح. فيها يعني، بس هاي عشان يعني أطمن مرضانا، حقيقة
المريض لا يشعر بشيء على الإطلاق لسببين. السبب الأول أنه بنحط قطرة مخدرة أنت ما بتشعر فيها شيء، يعني أنت لما تسحب دم المكان ما بنقدر نخدره، بس العين لما بدنا نعطي الإبرة بنخدرها بقطرات معينة بحيث المريض ما يشعر بشيء على الإطلاق. واحد. اثنين، هنا أهمية أنه الطبيب يكون شوية يعني حكيم زي ما بنعرف، أنه لا يحكي من المريض أنا هل بدي أعمل هيك، ما تخاف كذا، هي بتأخذ ثانية. بصراحة في حياتي صار لي بعمل هذا الحكي من 20 سنة في مريضة واحدة كنت لما بدي أعطيها أضطر أنيمها أعطيها غاز عشان تنام، عندها رعب من هاي. بس كمان حتى هذول بدنا نعالجهم نعطيهم فرصة أنهم يستفيدوا، هذا لا يمنع أنك تعمل العلاج المناسب. بس ما عمر مريض قال لي لا أنا ما بدي أتعالج لأنه بخاف من الإبرة. إذا عملتها صح هديت المريض، ظليت تحكي معه وخدرت العين، لأنه إذا المريض مرة واحدة بيفقد الثقة فيك كطبيب ما برجع لك مرة ثانية وبخاف من الأطباء الثانيين. دكتور إبراهيم النوايسة استشاري طب وجراحة أمراض العيون، أنرت وأبدعت بحديثك اليوم وبكافة المعلومات اللي قدمتها. أنا والله ودي أنه الحديث يطول أكثر وأكثر، لكن إحنا محكومين بوقت. كل الشكر لتواجدك معنا دكتور إبراهيم. شكرا، شكرا جزيلا ست آيات وللفريق المساعد، وشكرا لقناة تغيير، شكرا لكم جميعا، حياكم الله.